جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن وباعثها المستمع محمد شفيق. الأخ محمد يقول: إنني أفطرت يوما عامدا ومتعمدا من شهر رمضان قبل سنتين أو 3 سنوات بعد سن البلوغ، فماذا يجب علي الآن جزاكم الله خيرا؟ يجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والندم على ما حصل والعزم لا تعود لمثل هذا. ثانيا يجب عليك قضاء هذا اليوم الذي أفطرته. ثالثا يجب عليك مع القضاء إطعام مسكين عن التأخير إذا كان قد تأخر عن رمضان الذي بعده، فعليك إطعام مسكين مع قضائه. نعم.